من يوم أول ما نزلت من الطيارة وجيت الرياض ما حسيت إلا ما بين أهلي وإخواني. يعني هذا هذا الشيء اللي فعلا اللي ريحنا احنا كلاعبين، والحمد لله راح ارض الخليج ارض واحده، ولكن فعلا سعه صدر جميع السعوديين سواء كجماهير، وانا ما اتكلم يعني صحيح احنا لاعبين الهلال ولكن ما اريد اتكلم عن جماهير الهلال، الكل جماهير الرياضيه العاشق لكره القدم في السعوديه يعني ما شفنا منها الا الحب والتقدير والاحترام، وهذا الشيء مو غريب على اخواننا في المملكه، وفعلا فعلا ان ما حسينا نفسنا ان نحن في غرب او غرباء عن بلدنا. ايش اكثر شيء يعجبك كذا؟ خلينا نتكلم عن الاكلات، خلينا نتكلم عن الطلعات، استراحات، مخيمات، قول لي يلا امورك تضحك. انا في اكله كنا نعرفها الحلو ام علي. فمره رحنا عند شخص يعني غالي كثير وعزيز علينا، فقال لي بدي طعميك اكله اسمها ام احمد. فانا ضحكت قلت الله هي نفسها ام علي؟ قام ضحك علي قال لي لا مو نفسها. ففعلا انا في اكله اللي هي ام احمد انا هي عندي اياها يعني مفضله كثير، صدقني اهم من الوجبه الرئيسيه. يعني احيانا وقت هذا الشخص يعزمنا صراحه بتكون مشان الوزن، بتعرف هي مثل الحلو فيها، فاحيانا بدي اقول بحاول نفسي اني اكل ولا ما اكل، من كثر ما بحبها الصراحه ما بقدر اتحمل فبروح باكل دائما. لا فعلا ام احمد هي اللي عندي الاكل. ام احمد محبوبه كل محبوبه كثير يعني كل الفريق بحبها. طيب كويس. هي سبب مجيء الدوري. بعد الدوري اي لازم ناكلها لحتى تقدر تأدي اداء حلو.